السعودية وضمن رؤية 2030 أعلنت عن عدد من المشاريع السياحية العملاقة. ما نبغى تقليد، وجابوا أفكار عالمية. دخل الأمير قال إيش ها مين المسؤول، لأننا نستحق إبداع جديد خاص فينا. جبنا أفضل الشركات العالمية وسوينا كل ما يمكن الوصول له، وقال ترى يعني ترى هذا اللي عرض غير مقبول بتاتا. تعرف أن السعودية اليوم لا تقبل التقليد، هذه الفكرة غير مقبولة. في الاجتماع القادم تعطيني ثلاث أفكار رائدة بمعنى رائدة، لكن المهم أن نبني بهذه الخبرات ما يناسبنا بهويتنا بثقافتنا، ولا نستنسخ ونقلد تجارب الآخرين، لأن المقلد مهما أبدع سيظل مقلد. حكاية وعد غدا 6:10 بتوقيت السعودية، الـ NBC1 وشاهد. رمضان يجمعنا.